باش نتكلم على حي اللي هو حي شو اسمه حي المطار اللي هو في حي العوينة. هما ما يجبدوش عليه, أما هو تبع منطقة متاع سيدي عبد الحميد. كي نقول لك الإجرام اللي فيه, أني كيفاش نعرفه؟ ما عنديش حتى فكرة. أني بنت البلاد العربي وتونس كنت في خزيمة, ما عنديش فكرة على أما شنو وقت أني تبع السانتي نعمل في حصص توعوية للنساء. مشينا لدار الشباب باش نعمل حصص توعويه للنساء, نلقى دار الشباب شيء معناتها مزيانه كبيره مستاسعه وكل شيء, اما قالوا لنا النساء غاديك كيفاش وصلتوا باش تجيو لهنا؟ قلت لهم علاش فما؟ قالت لي هذه منطقه نتاع اجرام, الصغار من العمر 12 13 14 سنه يدوروا كان بالسكاكن, الدخوق معناتها عايث معناتها شيء مهول غاديكا. يا مدام ردوا بالكم, قلت لك كيفاش ردوا بينا؟ ما فماش حتى هنا بوست نتاع شرطه ولا حاجه, شرطه مقاتين عندنا في خزيمه على كل كيلومتر ترقى مركز نتاع الشرطه. قالت لي لا مصابط وصلوا كلامنا. قالت لي مدام رحنا عايشين احنا في معناتها تقول في شيكاغو ولا حاجه.